كيف نعالج السعال والحمى وضيق التنفس، خاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه الأوبئة والأمراض الفيروسية بكثرة؟ ما هي الوصفات الطبيعية لحماية أجسامنا من خطر هذه الأوبئة والفيروسات؟ وما هي الطريقة المثلى لوقف السعال الطويل وألم الصدر وطرد البلغم؟ السعال رد فعل طبيعي يحمي رئتيك من خلال إزالة مهيجات الرئة من الشعب الهوائية لمنع إصابتك بالعدوى. السعال الموسمي علامة على جودة النظام المناعي، لكن السعال المستمر قد يكون أيضا علامة على حالة مرضية أو عدوى كامنة مثل البرد والإنفلونزا. قد يسبب السعال طويل المدى أعراضا جانبية غير مرغوب فيها، مثل ألم الصدر والإرهاق والدوار والحمى ونقص التحكم في المثانة. أيضا قد يعرقل السعال النوم والعلاقات الاجتماعية والعمل. يمكنك اتباع ما سيتم ذكره في هذا الفيديو من كنوز المعرفة، وسوف تتخلص بحول الله من السعال وأعراضه، ومن ضيق التنفس المزعج وألم الصدر وطرد البلغم والحمى. أولا، تناول الثوم. الثوم له خواص مضادة للفيروسات والالتهاب، يقلل وبنسبة كبيرة من التهاب الحلق والقنوات الأنفية، كما أنه غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على تحفيز المناعة ضد العدوى، مثل فيتامين B6 وفيتامين جيم وعنصر المنغنيز. يحتوي الثوم على إنزيم الكبريتيك المعروف باسم الإيلين، والذي يساعد على حمايتك من الفيروسات. أفضل طريقة لتناول الثوم هي مضغ الفصوص النيئة حتى تفرز مادة الإيلين. اطحن الثوم على مقدار ملعقة كبيرة من العسل أو زيت الزيتون لجعله أكثر قابلية للأكل. هذا من شأنه أن يساعدك على تقوية نظامك المناعي، فعند تناوله يوميا سيقلل حتى من احتمالية الإصابة بالبرد، فضلا عن كونه يعجل بالشفاء عندما تتناوله أثناء الإصابة بنزلات البرد. جرب أيضا إضافة مقدار 2 إلى 4 جرامات من فصوص الثوم الطازج والمفروم إلى وجباتك لإضافة مذاق مختلف عليها، أو اطبخ هذا المقدار من خلال تحميره قليلا على نار هادئة، حيث أثبتت الدراسات العلمية الفوائد الصحية للثوم، مثل تقليل نسبة الكوليسترول في الدم وخفض ضغط الدم. هناك العديد من الأشكال الأخرى المتاحة للثوم، مثل توابل الثوم ومسحوقه وملح الثوم. ثانيا، استخدم النعناع. يحتوي النعناع على مادة المينثول التي يمكنها المساعدة في تلطيف ألم الحلق وتجفيف نوبات السعال وأداء دور مزيل الاحتقان. قم بشرب شاي النعناع حتى 3 مرات يوميا حين إصابتك بالسعال والحمى أو شعورك بألم في الصدر. يمكنك أيضا استخدام زيت النعنع، وهذه الطريقة في العلاج تتمثل عن طريق التدليك بزيت النعنع لفرك كامل الجسم، ويمكنك التركيز أثناء الدلك على منطقة الصدر والرقبة. تناول شاي الزعتر. يستخدم الزعتر كثيرا في علاج عدد كبير من أمراض الجهاز التنفسي، وعلى رأسها السعال والإنفلونزا، لأن الزعتر بمكوناته القوية يساعد على استرخاء عضلات الحنجرة وتقليل الالتهاب. في هذه الحالة، اغلي الماء وضعه في كوب مع 2 ملعقة صغيرة من مسحوق الزعتر لمدة 10 دقائق. قم بتصفيته قبل الشرب. أضف العسل والليمون لمزيد من التهدئة. سيساعدك ذلك كثيرا على جعل الطعم أكثر لذة. لكن تجنب هنا استخدام زيت الزعتر الداخلي، واستخدم الزعتر الجاف أو الطازج. تناول الكركم. يعد الكركم علاج تقليدي للسعال، ولاحظ الكثير من المجربين فاعليته مع السعال وألم الصدر وضيق التنفس والحمى. والوصفة المناسبة لذلك هو خلط 0.5 ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم في كوب من الحليب الدافئ. يمكنك أيضا تناول مسحوق الكركم مع 2 ملعقة صغيرة من العسل للسعال الجاف. ولصنع مشروب الكركم، أضف 2 كبيرة من مسحوق الكركم إلى 4 أكواب من الماء المغلي، واتركه ينقع ثم يصفى. أخلطه مع بعض الليمون والعسل لتهدئة إضافية للسعال. تغرغر بالماء المالح. يتم استخدام المياه المالحة للمساعدة في تخفيف التهاب الحلق
ويمكن أن تساعد أيضا في التخلص من السعال عن طريق البلع وطرد البلغم. اخلط ملعقة صغيرة من الملح في 250 مللتر من الماء الدافئ وذوبهم بالكامل، ومن ثم تغرغر لمدة 15 ثانية. كرر هذه الطريقة حتى نفاذ كل الماء. اشرب السوائل. يعد شرب الماء مهم للسعال الرطب والجاف على حد سواء. تساعد السوائل على تقليل المخاط التي تقطر في الحلق وتسبب السعال. تعد كل المشروبات جيدة ما عدا المشروبات التي تحتوي على الكافيين، لأنها ستشعرك بالجفاف وستهيج الحلق. تناول ما يعادل 250 مللتر كوب من الماء يوميا على الأقل إذا كنت تعاني من السعال. أما لعلاج السعال لصغير يتراوح عمره من 3 أشهر إلى سنة، أعطي الطفل ملعقة إلى 3 ملاعق صغيرة تصل كميتها من 5 إلى 15 مللتر من السوائل الدافئة والصافية مثل عصير التفاح، بحيث تصل إلى 4 مرات يوميا لتخفيف السعال. هذا بالإضافة إلى السائل الذي يتناوله بشكل طبيعي مثل لبن الأم أو الغذاء البديل له. استنشق البخار المتصاعد. استنشاق البخار المتصاعد مهم ومهم جدا، والطريقة الملائمة والصحيحة لذلك هو أن تقوم بترك الماء ليغلي لمدة دقيقة بعد وضع الأعشاب المختلفة، ثم أغلق الموقد وانقل الوعاء من مكان مريح بحيث يكون على ارتفاع مناسب منك. اتركه يبرد لدقيقة أو دقيقتين، ثم غطي رأسك بمنشفة أو قطعة قماش واغلق عينيك، ثم قرب رأسك فوق الوعاء. استنشق البخار المتصاعد عبر الأنف، وهذا لمدة 5 ثواني، ثم اظفره من أنفك في 5 ثواني أيضا. كرر عملية التنفس مرتين عبر أنفك ومرتين عبر فمك بالتبادل، لكن لابد من الاستمرار في تنفس البخار لمدة 10 دقائق، مع المحافظة على مسافة 30 سنتيمتر بين رأسك وسطح الماء كي تتجنب تعريض وجهك للحروق نتيجة اقترابك من الأبخرة. كذلك كرر جلسات العلاج بالبخار كل 2 ساعتين إذا كنت تعاني من سعال سيء، ولا تنسى تمخيط أنفك والسعال لطرد البلغم باستمرار أثناء جلسة العلاج. أضف حفنة من الفلفل الأسود أو الفلفل الحار إذا لم تحصل على النتائج المرضية، لكن عزيزي المشاهد تجنب إضافة كمية زائدة لتتجنب تهيج أنسجتك. وأخيرا حاول أن تسعل عقب جلسة العلاج بالبخار. جرب السعال بعد العلاج بالبخار من أجل طرد البلغم، وذلك في حالة لم تسعل بعد. ولا تحاول بلع البلغم مجددا بعد السعال، بل ابصقه في منديل أو في الحوض وستتفاجأ بالنتيجة، لأن الوصفات التي ذكرناها لكم أعزائنا المتابعين في هذا الفيديو هي مجربة وفعالة وناجحة، والشفاء بيد الله. أتمنى متابعين الأفاضل أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم ورضاكم. شاركوه مع أصدقائكم لتعم الفائدة، ولا تنسوا الضغط على زر الإعجاب. تمنياتي لكم بدوام الصحة والعافية. دمتم لنا أوفياء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.